سمحوني في البدايه ارحب بضيفنا الموجود معانا النهارده استاذ الدكتور احمد السعيد يونس، رئيس جمعيه اصدقاء لبن الام المصريه واستاذ طب الاطفال وحديثي الولاده. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك وحمد لله على السلامه، بقالك كتير ما يعني ما كنتش معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور احمد. عايزه يعني اول حاجه بس نقول للمشاهدين والامهات تحديدا اللي شايفيننا دلوقتي، ايه اهميه الرضاعه؟ جمعيه اصدقاء لبن الام المصريه لانه ربنا خلق لبن الام علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحله اللي جايه. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات؟ ودايما اللي بيعرف اكتر هو اللي بيكسب. ها يا محمد، خير؟ ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟ الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المرة اللي فاتت وتقول لي عندك خطة؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. انا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الأسوأ وهتأكد انك خاين. انا خدتك وبعتك وقبضت التمن، وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. ولا انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه؟ الدرجة دي بتحقد عليا؟ أنا بكرهك. ليه؟ ليه ده أنت ما شفتش مني غير كل خير؟ ده جزائي؟ ده جزائي إني وقفت جنبك؟ ده جزاء ان خليتك بني ادم بعد ما كنت رمة ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفرغت عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقول انت تعمل كده؟ احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعه. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعه وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربيه. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده، اكيد في حد بيدفعه لكده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهية اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنة بتحرم منها اول ما ارجع شقة الحقيرة. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك. اكرهك، انا بكرهك. انت مريض. حتى صفية البنت الوحيدة اللي حبتها في حياتي حبتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه؟ وانت دايما قدامها ريحتك حلوه وحاطط برفان، دايما قدامها بتلمع. يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، لان وانا جنبك كنت دايما انت نمره واحد وانا نمره اتنين، وانا لا يمكن اقبل كده لان انا زيك بالظبط. ما تبقى نمره واحد بعيد عني يا اخي. ايه اللي جايبك تزحمني في حتتي؟ عجباني يا اخي حتتك. وبعدين خلاص الاوراق اتلخبطت وانت ما بقاش لك ترتيب اصلا، وبقيت انا نمره واحد لان التمن اللي انا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني احسن منك. انت انسان حقير. حقير وهقتلك. هقتلك. هقتلك. انا تعمل معايا كده؟ انا تعمل معايا كده يا حقير؟ ايه ده حضرتك؟ انا اسف كتير.
هعيش وهتمتع وهبقى احسن منك، انما انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زباله يا رمه يا واطي. وفر نفسك للمصايب اللي جايه يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى يا فندم. كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله، باصص للي في ايد غيره وبيحسدوا عليه، بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، ضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين.